أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب في ذاكرتي ما يكفيني للبقاء وحيدا بعيدا عن الناس دون أن أشعر أني بمفردي الكتابة بالنسبة لي احتياج مستمر أكتب لأرتاح من أثقال لا أفهمها هكذا قال ضيفنا لهذه الحلقة تعالوا نتعرف عليه وعلى ديوانه الجديد إلى موسيقار مجهول نرحب واياكم بالشاعر سعود يحيى الحمد اهلا وسهلا فيك شاعرنا فيك الله هيك. آه يعني في البدايه نبغى نتكلم عن بدايتك في الشعر كيف كانت والله بدايه الشعر عندي من نهايه المرحله الثانويه مصر. كانت هناك مسابقه طلابيه مبكر, يعني. مبكر جدا لاني كنت أهوى محاكاه الاغنيات والقصائد النبطيه ثم جاءت فرصه في الصف الثالث الثانوي آه أمسية طلابية أي. وعرضت بعض الأبيات طبعا كانت تحتاج إلى الكثير من التعديل وال... لكن هي كانت أول محاولة كانت أول بداية لك في الشعر وظهرت طيب في الأمسية في... الطلابية إيش الفرق بين بدايتك وإلى الآن يعني إيش اللي أضاف وإيش اللي زاد عندك من ال... والله مشوار طويل من الكتابات والمحو وال... ومشوار طويل من الاحتكاك والتعرف على المدارس الادبيه وعلى اين وصل الشعر وهكذا. امم فهذه كانت بالنسبه لك اضافات انت شفتها جميله بالنسبه لشاعرنا. والله اضافات على مدى يعني 15 عام هذه اضافات يعني لا يمكن ان احصرها الان م. لكن الفرق كبير بين البدايات والان وسوف إت... يكون يعني حتى بعد بين كل مرحلة ومرحلة فرق كبير جدا ممتاز أنت في بداية دخولك الجامعة احترت بين قسمين اللي هي الكلية اللغة العربية والفنون أنا دخلت القسم الفنية ما شاء الله يعني خلاص بس أنت كنت محتار بين القسمين والله في احتيار إذا أو حيرة لكن حسمت أمري للفنية لأني في ذلك الوقت كنت أهوى الرسم مم. فلما وجدت أن هناك ما يلبي رغبتي وموهبتي ذهبت للرسم للفن. واستمر استمر هذا سنتين ونصف إلى أن جاء المنعطف وذهبت إلى اللغة العربية من جديد تمام هل بدايتك في الكتابة كانت فقط من الشعر ولا كان لك محاولات أخرى؟ لا البدايات شعرية فقط كما أسلفت لك أنا تأثرت في الجو التسعينات الميلادية مجلات الشعبية المختلف فواصل كي يعني كي مراهق في ذلك الوقت، فكنت أحب أن أقرأ وأحب أن أحاكي، فبدأت أكتب محاكاة للقصائد التي أجدها في المجلات. تمام. أه نبغى نسمع منك أول قصيدة كتبتها، هل تفتكرها ولا لا؟ والله أول قصيدة لا يعني لا أذكرها، أذكر مطلعها لكن أدينا مطلعها. هو المطلع كان طبعا قصيدة حقيقية مو قصيدة يعني كان هي البداية كانت عام مضى وهلال الصحب ما غاب ما زال في مطلع الأحزان والثابة هذه كتبت بعد موقف يعني ما شاء مثل. الله تبارك الله طيب عشان نشوف الفرق بين الكتاب الأولى وبين الآن نبغى نسمع كمان من كتابك حاجة الله يسعدك طبعا قصاد هذا الديوان يعني كتبت بنسمع حديقة مهجورة <applause> والله إذا اخترت واختار انا يعني لا لا عادي ممكن, ممكن تختار بس انا حبيت هذه يعني قريتها جميله ما شاء الله الحديقه مهجورة اللي في الاخير طبعا بس عشان صفحه 43 صفحه تغير. انت مختار حاجه كويسه انا هي. مختار اذا مختار خلاص اقرا من عندك طيب علشان اللي لانه ما راح اخيب يعني طلبك لكن ممكن ااجله للاخير خلاص اوكي ما عندك مشكله خلينا نخلي نقرا في اخر الحلقه هذه هذه القصيده ممكن احب هذا النص لانه يعبر عني يعني. ممتاز فهو بعنوان شفافيه لاني كم صمدت امام دمعي وواجهت المواقف بالصلابه يداهمني مع الايام حزن بلا سبب واغرق بالكآبه لاني كم صمدت امام دمعي وواجهت المواقف بالصلابة يداهمني مع الأيام حزن بلا سبب وأغرق بالكآبة فأصبح آخرا صعبا ويغدو بأفكار الكثير من الغرابة أرى كل الحياة بلون يأس وكل مناظر الدنيا تشابه وكيف يبدل الإنسان أمسا به قد جاوز الناعي مصابة أنا من قد جمعت الصحب حولي ولم احسب لفقدان حسابه توالت بالخسارات وعدت وحيدا اثخن الماضي مصابه وحيدا دس بالاعماق جرحا يرى في اول العمر اغترابه طموحي ان اظل بلا جديد وان تمضي حياتي في رتابه فعذرا ان سمعت اليوم شخصا غريبا تغمر الشكوى خطابه وأشعر في أساك لبؤس حالي تعبت تحاولين ولا استجابة وكم شاكستني عبثا لأسلو وتفشل عند أمزجة الدعابة مضى وقت ونحن بلا عناق وهذا زاد في وجع التهابة جرحتك بالظنون بدون وعي هي الأوهام والذكرى عصابه رسائلنا بها جرح ونقص وقد تجني على القصد الكتابه سأكتم كل اسئلتي الى ان اراك فعند عينيك الاجابه صح لسانك ما شاء الله تبارك الله, الله يعني صراحه انا كذا خلاص يعني الفن تلاقيه في الجنوب اكثر الشعراء والادباء يعني بيكونوا من الجنوب ليش السبب او ايش والله كثيرا ما نواجه مثل هذا لكن يعني هل هل ينتظر من, من الارياف الخضراء والشواطئ الحالمه ان ان تنجب غير الشعراء او المطربين او الحالمين او الفنانين؟ آه يعني اجد ان الطبيعه لها دور كبير في خلص. تشكيل ايضا الارث مم. الارث التاريخي الثقافي للمنطقه مم. الجنوبيه يجعل الصغار ينهجون على نهج الاوائل. تمام طب ليش اخترت الى موسيقار مجهول؟ هل انت بتحاول تجذب بعض الموسيقار لأنه يلحن بعض من كلماتك؟ والله هذا اللي تبادر الى الى ذهن من من يقرا العنوان دائما يعني والعلاقه بين الشعر والموسيقى علاقه فيه. قويه حتى شينده. من خلال الوزن وزن صحيح. الشعر هو صحيح. أه البحر. لكن هو عنوان نص آه، عنوان نص في, في الديوان يتحدث عن 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 عاشقين اثنين آه كل الأبواب أمامهم مغلقة فهم يقولون لهذا الموسيقار المجهول خلد قصتنا من خلال هذا النص وانقلها للناس وكلهم اننا عشنا في زمن مليء بالقيود هذا يعني فكرة النص آه ممتاز آه طيب نسمع حاجة كمان وكذلك آه رائع ما شاء الله تبع شفافيه كويس انك قرأت ما قرأت حديقه لا والله انا والله ولبي رغبتكم الله, الله. يسعدك ان شاء الله طبعا بالعكس يعني حسيت انه حسيت انه يعني بسيط جدا ويصل للقلب يعني كلمات جدا بسيطه دائما اقول ان كتابه الشعر الغامض سهل ممتاز كتابه الشعر الغامض والمليء بالدهاليز سهل لكن ارى ارى الاصعب هو تحويل المشاعر البشريه المعقده الى لغه سهله يفهمها القارئ وفن كمان تستمتع في استماعها انا اعتبر هذا تخصصي لاني انا أست... انا خريج مراكز صيفيه وانديه صيفيه كنت اكتب الكثير من الاناشيد واللغه البسيطه مم. فحتى اصبحت اعرف او قريب من ماذا كيف يفهم ماذا يريد ايضا مواقع التواصل الاجتماعي ممتاز. جعلتنا نحسن لغتنا كنا نكتب قصائد صعبه صحيح. فلا لا نجد لها تفاعل صحيح. ثم استفدنا من مواقع التواصل ان هذا التفاعل يحسن تجربتنا لان الادب هو أصلا كتب للناس ليس للتحدي وليس ل يعني في كان تحدي بين الشعراء كانوا يتفاخروا ب والى الآن بوزن الشعر ووزن الكلام وغموض الشعر والى وغموض الآن لا زال التحدي موجودا ومدارس كثيرة تقوم على الغموض لكن سمع. بالنسبة لي يعني أنا أنا يعني أعلنتها أنا لن أكتب أدبا غير مفهوم ولن أكتب أدبا سطحيا أنا أحاول أن أقف في الوسط ما بين الأدب المليء بالصورة الفنية والمليء بالمشاعر الإنسانية دون أن م. يكون يعني قريب جدا يعني دون أن يكون مبالغ فيه دون أن يكون غامض م. ودون أن يكون يصل إلى السطحية لا يكون كلام لا يكون كلام عادي ممتاز نسمع هذا نص بعنوان مهاجرون ولكن ممتاز أين الرفاق القدامى والساهرون الندامة لم يبق في الحي إلا إشباح حزن ترامى وطاولات بمقهى يلهو بها الصمت عاما كل التفاصيل أمست من بعد صحبي يتامى يا وقت ماذا ارتكبنا لكي تجور انتقاما تفرق الأصدقاء وكان شيئا لزاما مهاجرون ولكن حنينهم قد أقاما من بعد لهو الليالي للجد شد الحزام في غربة أرهقتهم والفقد يأبى التئاما ضحكاتهم في دروب صدى يثير الخزام عاشوا كراما وراحوا إلى الغياب كراما إن أغرق الحزن فردا الكل يول اهتماما كم رددوا من أغان ولم يعيشوا غراما خاضوا الغمار بنبل ولم ينالوا حراما بلا عناوين أمضي وحدي وأخفي حطاما أسير فيها غريبا إِزْدَادُ قلبي اضطراما يا أجمل العمر بلغ من الرفاق والسلامة. السلامة السلام وصح لسانك ما الله شاء الله يسلم. بس لاحظت أنه آه الأبيات والقافية قريبة من أبياتك يعني, يعني هي, هي ستايل واحد أو شكل واحد أو شكل معين إنت بتطبقه على جميع الكتابات تبعك؟ والله هو الديوان هذا م? كتبته بتركيز م? على أن يكون جميع ما فيه متوافق مع, مع اللحن مع البساطة مع من يريد ان يعني يلحن او يلحن او من يريد ان يتغنى فيه فاخترت الاوزان البسيطه، اخترت المعاني المباشره، المعاني الوجدانيه، انت تجد الان حاله من الحزن، حاله من المشاعر البشريه المشتركه في اغلب القصائد، فهو هذا النص انا اعتبر الديوان مثل الروايه، وحده موضوعيه كامله من البدايه نهاية. قد تجد في ديواني الاخر مواضيع أخرى مختلفة وطريق مختلف لكن هذا الديوان أنا كتبته بتركيز لهذا الغرض هل أنت متخصص في كتابة نوع من الشعر ولا أنت أي حاجة ممكن تكتبها إذا جا حطرت في بالك النبطي فصيح أي حاجة والله النبطي أكتبه للأصدقاء والمقربين مناسبة يعني ولكن لا أعول عليه كثيرا ولا أنشر يعني بالنسبة للفصيح هناك قصائد مناسبات تطلب مني فحينما يكون في ف... مناسبة معينة. تلقي مناسبة تكون يعني مثل الوصف أو مدح آه رثاء إذا كان يعني أحسست أن الموضوع يعني. في أما القصائد الوجدانية اللي يعني فهي خاصة بي أنا الذي يعني. هي التي تاتيني وانا اعيشها يعني. وتعيش فيها شاعرنا الجنوبي سعود يحيى الحمد يعطيك العافيه واحنا جدا سعيدين بوجودنا وصراحه انا شدني جدا كتابتك يعني الله. ما شاء الله تبارك الله يعني انا دحين سمعت من عندك يعني حاجتين لكن ما شاء الله تبارك الله جدا شدتني ان انا اكمل الكتاب واقراه لانه زي ما قلت لك بسيط الله يسعدك هذا هو, هو الله يكرمك أنا سعدت فيكم وباستضافتكم وإن شاء الله نكون قدمنا شيء للمشاهد أكيد طبعا في الأخير حبينا أن أنت تهدينا هذا الكتاب لقناة أقرأ الله يسعدك عشان أه نحتفظ فيه ونعلم الناس الشعر البسيط الجنوبي من شاعرنا الكبير سعود يحيى الحمد في ختام هذه الحلقه باسمي وباسمكم اعزائي المشاهدين نشكر الشاعر سعود بن يحيى الحمد على ما اتحفنا به في هذا اللقاء على امل ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته